احب اعرفكم بسيمبا، وده الاسم اللي لحد دلوقتي اخترته ليه. لو عندكم اقتراح لاسم تاني اكتبوا لي في الكومنتات. سيمبا زي ما انتم شايفين كده متبهدل وطلعان عينه بسبب ان هو طول اليوم قاعد في مقلب الزباله اللي بعد العربيه عندي. للاسف انا مش عارف اهتم بيه عشان حاجتين. اول حاجه اني مش موجود دايما عند العربيه عشان بوظف في الشقه وعبال عندكم. محمود اللي معايا على العربيه هو المهتم بيه، ربنا يجعله في ميزان حسناته. وتاني حاجه ودي اكتر عقبه بالنسبه لي، ان انا عندي فوبيا من الكلاب، ومش فوبيا عاديه، بجد انا عندي زياده عن اللزوم جدا. انا نزلت الفيديو عشان بصراحه صعبان عليا سيمبا، يعني مش عارف اعمل له اي حاجه لان عمري ما اتعاملت مع كلب بسبب الفوبيا. بس بصراحه لما شفت شكله كده متبهدل وعينه تحس ان هو بيعيط يعني صعب عليا والله. فانا عادي ممكن اتجرأ واحاول اتعامل معاه كده واحده واحده، بس الفكره مش عارف اعمل اي حاجه خالص. فاللي عنده اي اقتراح يكتب لي في الكومنتات، ممكن اعالجه ازاي، اكله ايه، الكلام ده كله. عندي اقتراح بس مش عارف هيظبط ولا لا. يعني شفت حد بيعمل فيديوهات كده اسمه مالك، بصراحه يعني ايه بيتعامل مع الكلاب دي معامله جميله جدا، يعني الراجل ده انا بحبه جدا. فانا كنت يعني بطالب كده هو قدام الناس كلها ان هو يجي يشرب عندي كوبايه قهوه ينورني، واحاول بقى اتعامل مع سيمبا يقول لي اعمل ايه الكلام ده كله. فيا جدعان اللي يعرف يوصلني ليه يقول لي في الكومنتات.